The transparency of cornea is due to presence of الشجاعة. هل ينفع واحدة عندها انوميل كاربون
بيخلي الميتين 99 اللي وراها 200. معايا ولا مش معايا؟ انت مش معايا خالص. ايه اللي بيخلي السكر ريديوزنج وجود فيها مهلك يا جماعه؟ طيب كل الجلوكوز اللي في الستارش ما عندوش فيها مهلك ما عدا واحده. هل تطلع واحده تتغلب على 299؟ ما ينفعش يا جماعه. يبقى الستارش نان ريديوزنج لان معظم الجلوكوز اللي فيه عنده نوع فيها مهلك وعنده واحده بس جلوكوزايه واحده بس الاخيره اللي عندها فيها مهلك ودي مش كفايه ان تخليه ريديوز. عشان كده الستارش نان ريديوزنج. حلو الكلام. طب تعالى الديكستريت. يقول لك الديكستريت بيبقى بارشالي ريديوزنج. بارشالي ريديوزنج ازاي يعني؟ يقول لك والله طب انت ما تفتكر معايا كده الديكستريت ده ازاي؟ الديكستريت يا جماعه بيجي من البارشال هيدروليزز اوف ستارش باي سليفري او بنكرياتيك ايه؟ ابايليز. يعني لو عندي مثلا الستارش اللي هو 300 جلوكوز قسمته 6 حتت كل حته 50. الحته ال 50 دي اسمها ايه؟ اسمها ديكستريت. بص معايا لو عندي حته اسمها ديكستريت هنا ركز معايا ورابطها 1 4 1 4 حته كمان اسمها ديكستريت هنا ورابطها 1 4 1 4 حته كمان اسمها ديكستريت هنا 1 4 1 4 وهكذا. لو بصيت بقى على الديكستريت هلاقي في كل حته عندي واحده جلوكوز فيها فري اروميتك. في كل حته عندي واحدة جلوكوز فيها فيرمت، في كل حتة عندي واحدة جلوكوز فيها فيرمت. فلو أنا ست حتت أنا عندي ستة جلوكوز فيهم فري أرمت كمان. الستة دول يدوني بارشل ريدكشن. يدوني إيه؟ بارشل ريدكشن، يعني يدوني اختزال جزئي. عشان كده التكست في الدكاترة بارشلي ريديوسنج. يبقى فهمت الفكرة؟ الستارش عنده واحدة بس فيها فيرمت. مش كفاية. يبقى نان ريديوسنج. لكن الديكستريت ده عباره عن ستارش مقطع حتت كل حته فيها واحده كل حته فيها واحده كل حته فيها واحده فده تديله ايه؟ بارشال ريدكشن. يبقى البوليساكرايد بوجه عام بوجه عام لو انت عايز تكتب بوجه عام البوليساكرايد نان ريديوسنج زي الستارش. لكن الديكستريت بيبقى بارشالي ريديوسنج عشان متقطع ايه؟ حتت صغيره. طب عشان نختم الجزئيه دي السؤال الاول الدفعه اول دفعه وجاب لي كده وقع يعني ثلاث ارباع الدفعه. لو انا عايز اوصف الستارش هقول الستارش ده عنده كام واحده ريديوسنج اند وكام واحده نان ريديوسنج اند. خلي بالك انا ما قلتش ريديوسنج شكر اقول ريديوسنج اند. الستارش ده 300 جلوكوز يعني خط طويل يبقى عنده اند واند نهايه ونهايه. كام واحده ريديوسنج وكام واحده نان ريديوسنج؟ واحده واحده برافو عليك. لو بصيت على الطرف ده الطرف ده الاند ده الانوميريك كاربون نوت فري يبقى الطرف ده اسميه نان ريديوسنج. لو بصيت على الطرف ده سيبتك فيه فري انوميريك كاربون فده اسميه ريديوسنج. يبقى اكتب المعلومه دي سيبتك عشان هتيجي في الامتحان. ستارش هاز وان ريديوسنج اند وان نان ريديوسنج. الستارش هاز وان ريديوسنج اند وان نان ريديوسنج واحده وواحده عنده طرف قال لك ايه يعني طرف ريديوسنج وطرف نان ريديوسنج. طب بيقول لي السؤال ده يبقى عبقري بجد عبقري يعني. طب لو هطبق الكلام ده على الامايلوبيكتين عنده كام طرف ريديوسنج وكام طرف نان ريديوسنج؟ طيب يعني كام ريديوسنج عنده كام نان ريديوسنج؟ عادي انت بقى دول. طب اصل قاعد في عينك. طب ما تيجي نرسم طيب. تعالى نرسم طيب. لو انا هقول سيرتك اللي قدامك ده هو الامالويت. بس الامالويت بيبقى ايه؟ بيبقى برانش. دي افلوك كتير قوي. ادي سيادتك برانش اهو. اهو برانش اهو. والرابطه سيادتك جوه البرانش ايه؟ 1 4 1 4. وعندي البرانش بوينت ايه؟ 1 0. وادي كمان برانش اهو والرابطه ايه؟ 1 4 1 4 وعندي البرانشنج بوينت 1 0. لو بصيت سيادتك على نهايات الافرع نهايات ايه؟ الافرع كل فرع نهايته جلوكوز ما فيهوش فري انوميريك يبقى دي نان ريديوسنج ودي نان ريديوسنج ودي نان ريديوسنج. الاقي الجذع بس بتاعه الترنك بس بتاعه الجذع سيادتك
هو اللي عنده ايه فريال ومركب، يبقى عنده وان ريديوسنج اند اند ميني نون ريديوسنج اند. انت فاهم الفكره؟ النهايات كلها نهايات الافرع كلها نون ريديوسنج، كل الشجره دي الشجره دي كلها نهاياتها كلها نون ريديوسنج، بس الجزء اللي في الارض ده سيادتك هو اللي ايه اللي عنده ريديوسنج اند. بجد في سنه في سنين وقع الناس كلها. يبقى الستارش زي الامايلوز مثلا عنده واحده ريديوسنج وواحده نون ريديوسنج، لكن الامايلو بيكتب وزي الكلايت مش نفس الفكره، عنده وان ريديوسنج اند ميني نون ريديوسنج اند. والبوليسكلايت بوجه عام بوجه عام اسميها ريديوسنج ولا نون ريديوسنج؟ نون ريديوسنج. الديكستريم بس بارشل ريديوسنج، وفهمنا ليه الديكستريم بارشل ريديوسنج. انا كنت بس بدردش في الحته الحلوه دي عشان الناس اللي جايه بدري كده ايه تستفيد منها. يلا بقى يا باشا ندخل على شابتر جديد علينا سعيد، كيمستري اوف الليفل. يلا بقى يلا يا باشا نتكلم مع بعض على ليبيد كيمستري. مبدئيا كلمه ليبيد يعني دهون، اسميها ليبيد او ممكن اسميها فات. ليبيد او اسميها فات، هو فات ولا ما كانش فات؟ فات. فات كيمستري او ليبيد كيمستري. مبدئيا عايزين نعرف ايه الديفينيشن اوف الليبيد، يعني ليبيد. لو عارف الليبيد يا جماعه هقول دي ار اورجانيك كومباوند، مواد عضويه. حد يقول لي دكتور انت هتخرج ما كربوهيدريت كانت اورجانيك كومباوند وفورم اوف كربون وهيدروجين ووتر، وايه البروتين لما ناخدها اورجانيك كومباوند وفورم اوف كربون وهيدروجين ووتر؟ ايه الفرق؟ ايه الفرق ما بين الليبيد في ناحيه والكربوهيدريت والبروتين في الناحيه الثانيه؟ الفرق يا باشا ان الدهون لا تذوب بالماء. هل يختلط الزيت بالماء؟ كلا لا يختلط الزيت بالماء. يبقى الفرق ان الليبيد ان سوليبل ان الووتر في البذور في الميه، لكن سوليبل فين بقى؟ في الفات سولفنت، المذيبات العضويه زي مين؟ زي الايثر، زي الاسيتون، زي البنزين، زي الكلوروفور. يبقى هما اورجانيك كومباوند ان سوليبل ان الووتر، بعكس الكربوهيدرات سوليبل، بعكس البروتين سوليبل، لكن دول ان سوليبل مش بيدوب في الميه، لكن بيدوب فين؟ في الفات سولفنت زي البنزين زي الايثر زي الاسيتون وزي الكلوروفور. حلو الكلام. انا وعدتك وعد وانا عندي وعد وعمري ما اخلف وعدي ابدا. وعدتك دايما ان اول صفحه في اي شابتر سيادتك لازم ناخد حاجه اسمها ايه؟ كلاس ديفينيشن. فانا هقسم الليبيد. بس قبل ما اقسم الليبيد لازم اقول لك ايه اهميتها. هو كل يوم يا ترى لازم ناكل دهون؟ ولا ممكن سيادتك كده يجي عنا فتره ما ناكلش دهون؟ ونقول النهارده مفيش دهون، من النهارده مفيش حكومه، ولا لازم كل يوم ناكل دهون؟ لازم كل يوم ناكل دهون. ايه الامبورتنس اوف الليبيد؟ ايه اهميه الدهون؟ لا مهمه طبعا، اكيد مهمه. مهمه ليه؟ قال لك اول اهميه للدهون هي سورس اوف انرجي، مصدر الطاقه. ومش سورس عادي يا جماعه، مش مصدر عادي للطاقه، ده قال لك ليها هاي كالوريك فاليو. كلمة هاي كالوريك فاليو يعني تدي كالوريز كتير، تطلع طاقة كتيرة قوي. أنت عارفة الجرام من الكربوهيدرات يطلع 4 كالوري. الجرام من البروتين يطلع 4.1 كالوري. لكن الجرام من الدهون يطلع 9 كالوري. يا نهار أسود. ده الجرام من الدهون يطلع ضعف الكربوهيدرات ويطلع كمان ضعف البروتين. يعني ليه قيمه من ناحيه الانرجي عاليه. عشان كده خلي بالك لما حبيت اخزن في جسمي مصدر للطاقه خزنت كربوهيدرات؟ لا. خزنت بروتين؟ ابدا. خزنت دهون. وكل الواحد ما ياكل اكتر يبقى عنده دهون اكتر، كل ما واحد ياكل اكتر يبقى عنده ايه؟ دهون اكتر، لان الدهون دي هاي كالوريك فاليو. ولما احب اخزن عايز اخزن حاجه يعني مساحتها قليله وتدي سيادتك كالوريز كتيره. اللي يدي سيادتك كالوريز كتيره هي الدهون. بمعنى لو سيادتك عندك في بيتك خزنه، وخزنه صغيره حلوه كده، وعايزه تحط فيها حاجه ليها قيمه عاليه، احط فيها جنيه مصري ولا احط فيها دولار امريكي ولا احط دينار كويتي؟
ده ب 60 جنيه لوحده زياده. ليه؟ شويه قد كده يتحطوا بقى كده. فهمت ازاي؟ فنفس الفكره انا لو عايز اخزن، عايز اخزن حاجه قيمتها عاليه. اللي قيمه عاليه من ناحيه الطاقه كربوهيدرات ولا بروتين ولا ليبيد؟ ليبيد. هو سيادتك سورس اوف انرجي وليه هاي كالوريك فاليو. حلو الكلام. بس بيني وبينك يعني الموضوع ده مش مهم. مش مهم ليه؟ ان في معلومه عايزك تحطها حلقه في ودنك، اوعى تنساها ابدا. المعلومه دي بتقول وجود الجلوكوز يجب اي مصدر اخر للطاقه. بمعنى لو انا عندي الجسم جلوكوز مش هعبر غير جلوكوز. مش هبص بعيني غير جلوكوز. الجلوكوز هو ارخص واسهل مصدر للطاقه في جسمي. فلو عندي جلوكوز سيادتك مش هعبر الدهون ابدا ابدا ابدا. وانا مش هكدب عليك، انا كل يوم باكل جلوكوز. كل يوم سيادتك عيش وبطاطس ومكرونه ورز، كل يوم عندي جلوكوز. يبقى مش هعبر الليبيد دي، اعبر الليبيد دي، في جلوكوز يبقى هعبر الجلوكوز. وموضوع سورس اوف انرجي دي مش مهمه قوي. الله. امال تبقى سورس اوف انرجي امتى؟ لو غاب الجلوكوز ولو غاب الاوبك. العب يا فار. لما يغيب الجلوكوز، طب امتى يغيب الجلوكوز؟ امتى جسمي ما يبقاش فيه جلوكوز؟ لو انا صايم، لو انا صايم ما باكلش. طب ما باكلش يبقى ايه؟ غصب عني ما فيش غير الخفيف بتاعي. غصب عني ما عنديش غير الدهون، وبالتالي سيادتك ايه؟ احرقها. وعشان كده اللي بيعمل دايت وبيمتنع عن الاكل بيخس ولا مش بيخس؟ بيخس من دهون جسمه فيستخدمها كمصدر للطاقه. يبقى دي اول وظيفه ومش يعني مهمه قوي، ده بس لما اصوم، ده بس لما ما باكلش، يبقى هو ايه؟ سورس اوف انرجي. الله. امال لازم تاكل دهون كل يوم ليه؟ في الحقيقه يا جماعه انا لازم اكل دهون كل يوم عشان حاجتين. بنسبلاي جسمي بحاجتين غايه في الاهميه. اول حاجه بنسبلاي جسمي بالاسينشال فاتي اسيد. احنا في اول حصه في المقدمه خالص قلت لك كلمه اسينشال يعني حاجه ما بتصنعش في الجسم ولازم اكلها في الاكل. انا عندي اثنين اسمهم اسينشال فاتي اسيد. من دلوقتي بقى احفظهم ونخلص بقى. واحد اسمه لينوليك والتاني اسمه الفا لينولينيك. لينوليك والفا لينولينيك. انا اخدهم حاجه. دول ما يجوش غير في الدهون. كمان لازم اكل دهون لان الدهون بتديني سيادتك الفات سوليبل فيتامينز. الفيتامينات نوعين. نوع بيدوب في الميه بنسميه ووتر سوليبل. ونوع بيدوب في الدهون اسمه ايه؟ فات سوليبل. عشان سيادتك يبقى في جسمي الفات سوليبل فيتامينز لازم اكل دهون. طب مين هم الفات سوليبل فيتامينز كده؟ كي واي ودي وايه؟ يبقى مين هم كده؟ هم كده، هم كده، كي واي ودي وايه؟ فهتجيبهم كده، هتوديهم كده، هتلاقيهم هم كده، كده كي واي ودي وايه؟ يبقى لازم اكل الفات عشان حاجتين. يدوني الاسينشال مين؟ فاتي اسيد لينولينيك والفا لينولينيك. ويدوني الفات سوليبل فيتامينز اللي هم مين كده؟ كده كي واي ودي وايه؟ كمان كده لو دورت في جيوبي ودورت في جسمي ودورت في اي حته عندي على الدهون الاقي الدهون موجوده في 3 كومبارتمنت، في ثلاثه اماكن. في ثلاثه اماكن في جسمي الاقي فيهم دهون. ايه الاماكن اللي في جسمي اللي الاقي فيها دهون؟ قال لك البلازما، الدم بيبقى فيه دهون. كمان سيادتك الاديبوز تيشو. الاديبوز تيشو اللي هو الدهن، تنزيل الدهن في الجسم اسمه اديبوز تيشو، نسيج الدهن في الجسم. كمان في حاجه اسمها سيل ميمبرين، الغشاء الخلوي بتاع الخليه، بلاقي فيه سيادتك ايه؟ دهون. يبقى سيادتك دي اسمها بايوميديكال امبورتنس، القيمه الطبيه، الاهميه الطبيه للدهون. سورس اوف انرجي اي كلام، ده بس امتى؟ لما بصوم، لما بصوم بستخدم الدهون كمصدر طاقه. لكن الاهميه الصح بقى بيطلع جسم حاجتين يا واد اللي تحت الصوم، اسينشال مين؟ فاتي اسيد. وفات سوليبل مين؟ اللي هم مين كده؟ ايه وايه وايه وايه؟ وموجودين في جسم في 3 كومبارتمنت، لازما واديبوز تيشو وممكن كمان سيل ميمبرين. تعالى يا حبي قول يا حبي. ايوه الكي والدي والدي والايه دول اسمهم فات سوليبل. تعالى يا حبي
لا في دهون موجوده في الدم. ما انا بقولها بس ما بقولها تبقى موجوده في الدم، باخدها تاني بعد شويه اكل تاني تبقى في الدم، باخدها تاني باستمرار في الدم. كل ما اكل الاقيها في الدم، باخدها ما فيها تجر بس موجوده في الدم. عشان كده لو حللتي دهون في الدم في اي وقت هتلاقي فيه موجود نسبه بس بتزيد وبتقل. تعالى يا باشا ندخل على كلاسيفيكيشن اوف ليبيد. وانا قلت لك اي شابتر جديد في الكيمستري اول صفحه دايما ايه؟ كلاسيفيكيشن. بقسم الليبيد الى ثلاثه انواع. يا واد ثلاث انواع من الدهون يا واد ركز معايا. النوع الاولاني اسمه ايه؟ قال لك اسمه سمبل. اهو عادي يعني سمبل. سمبل ليبيد دهون بسيطه. النوع الثاني يسمى كومبلكس كومباوند كونجوجيتد. يا لهوي ده صعب قوي ده. كومبلكس معقد، كومباوند مركب، كونجوجيتد مرتبط، فبسميها كونجوجيتد ليبيد. كلهم صح، دهون مرتبطه او دهون مركبه. والنوع الثالث اسميه ديرايف، وديرايف يعني مشتقه. يبقى عندي ثلاثة أنواع: سمبل ليبيد دهون بسيطة، كونجوجيتد ليبيد دهون مرتبطة، ديرايف ليبيد يعني دهون مشتقة. نمسك نوع نوع. لو هتكلم عن السمبل ليبيد أول وأهم كلمة لازم أعرفها في السمبل ليبيد they are esters. they are esters. فاكر يا بايظ يا فاشل الاستر فورميشن اللي خدناه في كباريه؟ يعني استر اسيد زي الكحول. استر يعني ايه؟ اسيد زي الكحول. طب لو انا بتكلم عن شابتر اسمه دهون، الحمض لابد ان يكون حمض دهني. لو انا بتكلم سيادتك عن الليبيد عن الفات، لازم الاسيد يكون فاتي اسيد، ما فات يا عم. وبالتالي السمبل ليبيد استر يبقى اسيد والكحول، الكحول هو هو، بس الاسيد لابد ان يكون يبقى هي استر وفاتي اسيد وذ الكحول. يبقى لو جبت كحول وشبكت فيه حمض دهني فاتي اسيد يبقى فاتي اسيد مع الكحول طلع استر. الاستر الناتج سيسمى سمبل ليبيد. يبقى استر زوج مين مع مين؟ فاتي اسيد وذ الكحول. طب تعالى يا باشا الكونجوجيتد ليبيد. مين هما الكونجوجيتد ليبيد دول؟ قال لك هما برضه سيمبل ليبيد. ما عرفتش هما ليه المشكله بقى؟ قال لك ولكن السيمبل ليبيد دي كونجوجيتد ارتبطت وذ انذر جروب. هي سيمبل ليبيد عادي لكن شبكت مع مين؟ مع انذر، شبكت مع حاجه ثانيه. ايه الحاجه الثانيه دي يا سيدي؟ قال لك ممكن تكون سيمبل ليبيد وشبكت مع فوسفيت، اروح مسميها فوسفوليبيد. ممكن تكون سيمبل ليبيد وشبكت مع كربوهيدريت، وانا قلت امبارح كلمه كربوهيدريت يعني جلايك، فاسميها ايه؟ جلايكوليبيد. وممكن تكون سيمبل ليبيد وشبكت مع بروتين فاسميها بروتيو. يبقى الكونجوجيتد ليبيد مش جديده يا باشا، دي هي سيمبل ليبيد برضه، لكن السيمبل ليبيد دي شبكت مع جروب ثانيه، شبكت مع حاجه ثانيه، ممكن تشبك مع فوسفيت يبقى اسمها ايه؟ فوسفوليبيد. طب مع كربوهيدريت يبقى اسمه ايه؟ جلايكوليبيد. طب لو مع بروتين يبقى اسمه ايه؟ كونجوجيتد. حلو الكلام. طب تعالى النوع الثالث، النوع الثالث اسمه ايه؟ ديرايف دهون مشتقه. ايه الدهون المشتقه دي؟ ازاي اجيبها دي؟ قال لك يا عم مش صعب يا عم، بص يا سيدي، لو كسرت النوع الاول او كسرت النوع الثاني يطلع النوع الثالث. لو كسرت النوع الاول او كسرت النوع الثاني يطلع النوع الثالث. عايز تقول ايه؟ انا اقول ان الدرايف ليبيد هي البرودكت اوف الهيدروليسيس، نواتج تكسير السمبل او الكونجوجيتد ليبيد. يبقى لو كسرت السمبل ليبيد او كسرت الكونجوجيتد ليبيد يطلع لي مين؟ الدرايف ليبيد. يعني سيادتك لو انا كسرته طلع فاتي اسيد، الفاتي اسيد ده اعتبره درايف ليبيد. كسرته طلع الالكول ده اعتبره درايف ليبيد. يبقى نواتج تكسير السمبل او الكونجوجيتد ليبيد. وساعات اقول لك ايه؟
ساعات اقول لك الدرايف ديبت ليس ديبت. محبسون. الدرايف ديبت. مش ليبت؟ مش ليبت. ازاي يعني؟ قال لك ممكن الدرايف ديبت تبقى سابستنس مادة associated with the limit in nature. يعني مادة موجودة مع الليبت في الدرايف. هي مش ليبت. هي مش ليبت خالص. بس كل ما اشوف الليبت الاقيها، كل ما اشوف الليبت الاقيها، كل ما اشوف الليبت الاقيها، رحت مريح نفسي قلت خلاص انت دهون مشتقه، انت موجوده مع الدهون. يبقى الدرايف دي من حاجتين. يبقى البرودكت اوف الهيدروليسي نواتج التكسير بتاع السمبل او الكونجوجيتد، يا اما حاجه مرتبطه معاها في الطبيعه، حاجه موجوده باستمرار معاها في النيتشر، فاعتبر بقى سيادتك ايه؟ درايف ديبت. يبقى كلام سهل وبسيط. انا بتكلم عن الكلاسيفيكيشن. وقسمت الليبت ثلاث انواع. اول نوع اسمه ايه؟ سمبل الليبت. واهم كلمه في سمبل الليبت دي ار مين معني؟ فدي اسف مع ار. النوع الثاني اسمه كون جوجيت. دي سمبل الليبت برضه بتشبكت مع مين؟ مع جروب ثاني. لو فوسفيت ولو كربونيك ولو جلوتين. طب لو كسرت النوع الاول او كسرت النوع الثاني يطلع النوع الثالث اللي اسمه درايف ديبت. او ممكن الدرايف ديبت ما يبقاش ليبت بس يبقى سابستنس اسوشيتد وذ ليبت في النيتشر. ساعه الباشا في هذا الشابتر الجميل الظهير الرقيق احنا هنتكلم عن السيمبل ليبت ونخلص، ونتكلم عن الكونجوجيتد ليبت ونخلص، ونتكلم عن الدرايف ليبت ونخلص. ولو خلصنا الثلاثه دول يبقى احنا خلصنا الشابتر ده. يلا يا حبي نبدا باول نوع من الليمت وهو السمبل ليمت. هو السمبل ليمت قلنا ايه بلس ايه؟ اسم او مين؟ فاتي اسيد مع الكول. فرشت دماغي من ورا كده الكول الكول الكول. يا عم انا عارف الالكول. انا جامد قوي. ده انا بقالي اسبوع في الكليه دي. انا عارف الالكول. ده احنا خدنا في الكربونيت نوع اسمه شوجر الكول. بنلاقي ستي سوليتول ماجنيتول دولسيتول جليسرول. عارف الالكول يا عم؟ ده انا جامد جدا، انا عارف الالكول. بس الفاتي اسيد لا يا دكتور. يا دكتور انت ما جبتليش سيرته خالص الفاتي اسيد ده. انا مش عارف الفاتي اسيد ده. قال لك خلاص يا سيدي ما تزعلش. يبقى ندرس الفاتي اسيد. تعرف كل ما يتعلق بمين؟ بالفاتي اسيد. عرفت الفاتي اسيد كويس وانت عارف الالكول. حط الفاتي اسيد على الالكول وادرس السيمبل ليبت. خلي بالك عمرك 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 ما بتدرس حاجه كبيره على طول كده. لازم تعرف مكوناتها البسيطه. هو احنا كان ينفع ندرس بولي ساكرايد من غير ما ناخد مونو ساكرايد؟ مستحيل. الشابتر جاي ينفع ندرس بروتين من غير ما نعرف مين هو الامينو اسيد؟ مستحيل. فما ينفعش اعرف السيمبل ليبت وانا مش عارف مين هو الفاتي اسيد. يبقى تحط خطه، نحط خطه، نحط الخطه، هحط الخطه. ايه الخطه بتاعتي؟ الخطه بتاعتي ابدا بدراسه الفاتي اسيد. ليه؟ ما هي مكون من مكونات السيمبل ليبت. اعرف كل الكلمات وكل المعلومات المتعلقه بالفاتي اسيد. اعرف الفاتي اسيد كويس قوي قوي قوي. اروح حاطط الفاتي اسيد مع الالكول اللي انا عارفه خلاص واروح عامل السيمبل ليبت. عرفت الخطه؟ خطه في منتهى الذكاء. يبقى انا هبدا بدراسه مين يابا؟ الفاتي اسيد. ليه؟ عشان لما اعرفه احطه مع الالكول واعرف السمبل ليبت. هيا بنا سويا نبدا بدراسه الفاتي اسيد الحمض الدهني. يلا يا حبي هنشوف بقى انت هتتفاجئ ليه؟ احنا خلص الشابتر في كلمتين، ده احنا لسه في شغل حلو جاي. يلا يا باشا. فاتي اسيد اختصارا بسميه اف اي. فاتي اسيد ليه صيغه عامه؟ ليه جنرال فورمولا؟ الصيغه العامه بتاعته ار سي او او اتش. السي او او اتش دي اسمها ايه؟ كربوكسيل جروب. الار دي بالانجلش بنسميها راديكال او شق. يعني ايه راديكال دي؟ قال لك سيادتك كل ما هو قبل الكربوكسيل بسميه ار. كل اللي ورا الكربوكسيل بسميه ار. طب ما تيجي نشوف الار دي عباره عن ايه؟ تعالى نرسم كده فاتي اسيد. ايه رايكم نرسم فاتي اسيد في ست كربونات؟ يلا مع بعض. هقول اي فاتي اسيد عشان ترسمه لازم الكربونه اللي على الشمال تكون سي اتش 3. لازم. ولازم اخر كربونه
كربون على اليمين تكون كربوكسيل جروب COOH، ولازم اي كربونه في النص تكون CH2. انا عايز ارسم 1 في 6 1 في 6، رسمت اللي على الشمال CH2 وعلى اليمين كربوكسيل، يبقى سته في كام واحده في النص؟ لازم يبقى عندي 4 CH2 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 CH2، يبقى سيفك رسمت ايه؟ الفاتي اسيد اللي فيه 6 كربونات. طب انا عايز ارسمه باختصار، عشان ارسمه باختصار انا كتبت الكربوكسيل لازم تتكتب، وكل اللي ورا الكربوكسيل ده كله اسمه ار. لو بصيت للي ورا الكربوكسيل والنبي بص، بصيت بص تاني، طب بص تاني، طب ركز معايا، اللي ورا الكربوكسيل عباره عن ايه؟ بص، هيدروجين كربون هيدروجين كربون هيدروجين كربون هيدروجين كربون هيدروجين كربون. عشان كده سيادتك كل اللي ورا الكربوكسيل اللي اسمه ار ده بسميه هيدرو كربون تشين، سلسله الهيدروجين والكربون، لانه ببساطه كل ما هو خلف الكربوكسيل هيدروجين وكربون هيدروجين وكربون. لحظه بصري دكتور، يعني بص مش قبليها البتاع دي ليه يا بنتي مالك؟ تقول لي دكتور اشمعنى يعني اللي على الشمال دي CH3؟ واشمعنى يعني اللي في النص دي CH2؟ لا يا بنياتي، هو المفروض الكربون يعمل كام رابطه؟ 4، صح ولا مش صح؟ صح. لو انا كربونه في النص يبقى انا شارك مع كربونه يمين وكربونه شمال، يبقى شارك مع كربونتين، يبقى انا قصدي كام اتش؟ يبقى اخد اتش اتنين عشان اكمل الاربعه دول. يبقى انا في النص شارك كربونه وكربونه، يبقى انا قصدي 2 بول، اروح واحد اتش اتنين. طب لو انا على الطرف هل في حاجه بعدي؟ انا شارك مع كربونه واحده بس، يبقى اخد كام اتش؟ يبقى عرفت ليه اللي على الطرف سي اتش 3 ودايما اللي في النص ايه؟ سي اتش 3. طب احنا اتفقنا مع بعض. طب تعالى بقى عرف لي ايه هو الفاتي اسيد، ايه الديفينيشن بتاع الفاتي اسيد؟ قال لك لو انا اعرف الفاتي اسيد هقول they are mono، يعني مونو؟ واحد مونو كاربوكسيليك اورجانيك اسيد، يعني هي احماض عضويه تحتوي على هاو ميني كاربوكسيل جروب؟ واحده. مونو كاربوكسيليك اورجانيك اسيد، احماض عضويه تحتوي بس على واحده ايه؟ كاربوكسيل. قدام عينك اهو واحد كاربوكسيل. كومنلي هاف even number of carbon، commonly have even number of carbon. الناس اللي خاربه الدنيا في الانجليش، الناس اللي جامدين في الانجليش، كلمه odd في اللغه يعني ايه؟ لا في اللغه مش في المعنى، غريب يقول لك ده odd person، غريب الاطوار. لكن كلمه odd او دبل دي odd في الماث معناها ايه؟ معناها ثلاث دي، 1 3 5 7 9 وهكذا. يبقى سيادتك كلمه اوت يعني ايه؟ يعني فردي. وما كلمه زوج يعني ايه؟ هزبط؟ ما هزبط؟ هزبط؟ من تناول يا فشله؟ بتفكر في الكلام ده يا فشله؟ هزبط؟ زوج يعني هزبط؟ لا زوج يعني ايفن ايفن. فكلمه ايفن يعني ايه؟ يعني زوجي 2 4 6 8 10 12 وهكذا. الفاتي اسيد اللي في الطبيعه، اللي في الطبيعه غالبا في عدد زوجي بالكربون، يعني غالبا هلاقي 2 4 6 8 10، وكل الفاتي اسيد اللي هتكلم عنهم واحفظ اسمهم هتلاقي فيها عدد زوجي بالكربون. هل معنى كلامي، هل انا قلت ان مفيش فاتي اسيد في الطبيعه فيها فردي؟ في طبعا في، بس قليل، بس مش منتشره. اللي منتشر اللي يحتوي على عدد ايه؟ زوجي من الكربونات اللي فيه ايفن نمبر. يبقى لو انا عارف اقول دي ار ايه؟ مونو كاربوكسيليك اورجانيك اسيد. كومنلي في الغالب هاف ايه؟ هاف ايفن نمبر. طب تعالى نشوف الاوكيرنس بتاعهم، حدوثهم، الاوكيرنس يعني حدوث، موجودين ازاي؟ تعالى نشوف يا باشا موجودين ازاي. قال لك الفاتي اسيد بتبقى موجوده في احد صورتين، في احد صورتين. الصوره الاولى يا واد يا بشار اسمها استيريفايد فاتي اسيد. اما الصوره الثانيه ان استيريفايد. عليكم شويه كلام يا بتوع البايو، ايه الكلام ده؟
بالجمهور مين ده؟ بتختاروه ازاي ده؟ استيريفاي يعني ايه استيريفاي؟ تعمل جلال تاني يعني كلمة استيريفاي فاجياسك يعني فاجياسك شبكة الكول وعاملة استر. اذا هي استيريفاي عاملة استر. يبقى كلمة استيريفاي يعني شبكة في الكول وعاملة ايه؟ وعاملة استر. زي معظم الفاجياسك اللي في الطبيعة. الاويلز. الزيوت. الفات. الدهون. كل الزيوت والدهون اللي في الطبيعه الفاتي اسيد بتبقى ايه؟ استيريفاي يعني شبكه في الكول وعامله ايه؟ استر. امال ايه بقى عن استيريفاي؟ يعني مش شبكه في الكول ولا عامله استر وموجوده لوحدها كده من غير اي الكول فري. وعشان موجوده فري بنسميها فري فاتي اسيد او فوفه. فوفه عارف يا واد فوفه هي دي فوفه يا واد فري فاتي اسيد فوفه. طب سيادتك الفوفه دي الفري فاتي اسيد دي موجوده فين؟ موجوده في الدم في البلازما ماشيه في البلازما ماشيه في الدم. طب سؤال اتش ينفع فوفه تمشي لوحدها؟ طب افرض حد عكسها. طب افرض حد ضايقها ما ينفعش الفوفة تمشي لوحدها. اما الفوفة عشان تمشي بالدم نعمل ايه؟ قال لك تركب تاكسي. ايوه عشان ما حدش عاجز. طب ايه التاكسي اللي موجود في الدم؟ البومين. البومين ده بروتين موجود في الدم. فالفري فاتي اسيد بتبقى ماشيه في الدم كاريت اون البومين يعني مشال على مين؟ على البومين. يبقى ساعات البشر انا قلت ايه الاوكرنس بتاعهم موجود ازاي؟ استيريفاي شبكه بالكول وعامل استر معظم الدهون في الجسم. ان استيريفاي مش شبكه بالكول ولا عامله استر وموجوده فري واسمها فري فاتي اسيد او فوفه. والفوفه ماشيه في الدم الكارد على مين؟ القلب. اهم ما في هذه الحصه. تعال يا باشا نتعلم how to number the carbons of the fatty acid. عايزين نتعلم ازاي نعد كربونات الفاتي اسيد. يلا معايا عشان ده اهم ما في حصه النهارده. لو عرفت الكلمتين دول قلبت بردا وسلاما على قلبك. سيبك من كربونات الفاتي اسيد. تعالى نروح اسكندريه. ايه رايك بالرحله دي؟ نروح اسكندريه. سيبك لو انت متجها الى الاسكندريه. المسافة ما بين القاهرة واسكندرية 200 كيلو، كام كيلو يا معلم؟ 200 كيلو. فسيادتك وانت في القاهرة ورايح اسكندرية هتلاقي حكومتنا الموجودة مرقمة ايه الطريق؟ من القاهرة في كيلو 10، كيلو 20، كيلو 30، كيلو 30 لغاية ما توصل ايه؟ ل 200 كيلو. وهتلاقي برضو على الناحية التانية لو انت راجع من اسكندرية وجاي القاهرة هتلاقي برضو الطريق هو هو نفس الطريق مترقم بس الناحية التانية من القاهرة متجه لايه؟ من الاسكندريه متجهه كذا. يبقى انت ممكن لو عندك طريق ترقمه ايه؟ من ناحيه الوقت. يا اما ترقمه من القاهره وانت رايح اسكندريه، يا اما ترقمه من اسكندريه وانت راجع ايه؟ للقاهره. متفقين؟ هل ده في مشاكل؟ طب ساي انت ماشي على الطريق وراجع من اسكندريه للقاهره لقيت حادثه عند كيلو 80. عند كيلو ايه؟ 80 لو انت راجع القاهره. الحته دي عند كيلو كام لو انت رايح اسكندريه؟ 120. اه صح. لان 80 و120 مجموعهم كام؟ 200 وهي المسافه. المثال ده وصل؟ المثال ده مهم قوي احتاجه جدا جدا جدا. يبقى سيادتك لو انت عارف المسافه كلها تعرف تقول هو عند كيلو كام من الناحيه الثانيه. خلي المثال ده بالك بقى عشان نحتاجه. تعالى نطبق الكلام ده على الفتيات. الفتيات ده طريق. الطريق ده ليه طرفين. طرف اسمه ميثايل اللي هي سي اتش 3. ميثايل ميثايل او ساعات بسميها ذا اوميجا كاربون هنعرف. والطرف الثاني اسمه كربوكسيل. وعايز ارقم طلع لي واحد قال ايه؟ بص 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 انا كده ممكن ارقم في اتجاهين. هترقم ازاي يا ولدي؟ قال لي ارقم من اتجاه كربوكسيل متجها ناحيه ايه؟ الميثايل. واحد قال لي لا 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 انا ارقم من ناحيه مين؟ الميثايل متجه لمين؟ ده صح وده صح.
يبقى ممكن ارقم من ناحية مين الكربوكسيد، وممكن ارقم من ناحية مين المتاد، والاثنين صح. طب تعالى انت سيادتك الترقيم من ناحية الكربوكسيد، قالك من ناحية الكربوكسيل ممكن ارقم بطريقتين. في طريقة اسمها 1-2-3 نمبرين، اسمها كده 1-2-3 نمبرين. قالك هاجي عند الكربوكسيل وقولها انت نمبر 1، واللي بعدك 2-3-4-5-6-7-8-9-10 وهكذا. يقول لك الطريقة دي حلوة قوي 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 لو الفاتي اسيد عدد كربونات كتير، 20 كربونة 25 كربونة، اخد راحتي بقى وراحة بقى وانتو تري وعيش حياتي. وبالطريقة دي يا جماعة وده بركز معايا، لو قابلني دبل بوند، لو لقيت رابطة ثنائية بوسط الفاتي اسيد وعايزك تعرف مكانها، بعرف مكانها ازاي؟ قال لما احط دلتا الكريانجل ده، يعني دلتا ده حرف دلتا بالنسبة، فحط دلتا وجنب الدلتا اكتب رقم الكربونة اللي بتبدا عندها الدبل بوند. فلو عندي دبل بوند ما بين 5 و 6 يبقى مكانها دلتا كام؟ دلتا 5. دبل بوند ما بين 2 و 3 دلتا كام؟ دلتا 2. انت بص اللي جنبك ده يديله على اكفاك، ايوه اللي جنبك على اكفاك، انت جاي تنام هنا يا مايك، يا تصحى يا ما تنام في بيتك يا مايك، في دلتا وفي اوميجا والدنيا هتضيع وانت جاي تنام، اصحى يا باشا. يبقى بكتب دلتا وجنبها رقم الكربونه اللي بيبدا عندها دبل بول. عندي دبل بول ما بين 5 و6 دلتا 5، دبل بول ما بين 2 و3 دلتا 2، دبل بول ما بين 9 و10 مكانها فين؟ دلتا 9. يكتب دلتا وجنبها رقم الكربونة اللي بتبدا عندها الدبل بول. طب حلو، الطريقه دي اسمها ايه بابا؟ 1-2-3 نمبر. ممكن ارقم برضو من ناحيه الكربوكسيل، برضو من ناحيه ايه؟ الكربوكسيل، بس بطريقه ثانيه اسمها الفا بيتا جاما دلتا، اسمها كده الفا بيتا جاما دلتا. في الطريقه دي انا برقم من ناحيه الكربوكسيل، بس مش بحسب معايا الكربوكسيل، انا بحسب من الكربونه التاليه للكربوكسيل اللي ورا الكربوكسيل، او دي خليط الفا بيتا جاما دلتا اف سي لون. طب بعد ابسلون معرفش والله معرفش، لا ممكن تحتاجها بس انا مش حافظ، انا حافظ ام سي بالعافيه، ولو تسمع على دول المصحف الله احفظ لك كمان الفا بيتا باللاتين، انا عندي وقت، انا خلي بالك الفا بيتا يعني الف بي برضه بس باللاتين، انا مش حافظ يا عم احفظ ايه؟ انا اخري الفا بيتا جاما دلتا ابسلون، مش حافظ اللي بعدها والله. عشان كده يقول لك ايه؟ الطريقه دي سوتابل لو الفاتي اسيد في عدد محدود من الكربونات، 4 كربونات 5 كربونات 6 في الظريف كده يبقى رقم بقى الفا بيتا جاما. لكن عدد كبير ما انا مش هحفظ، انا احفظ ازاي؟ مش هعرف انا اكمل. وفي الطريقه دي لو عندي دبل بوند وعايز اعرف مكانهم بقول الكربونتين اللي بينهم الدبل بوند، اقول الدبل بوند بتوين الفا اند بيتا، قلت الكربونتين بتوين بيتا اند جاما، بتوين جاما اند دلتا، يعني بقول دايما الكربونتين اللي بينهم ايه؟ الدبل بوند. يبقى انا رقمت اهو من ناحيه الكربوكسيل بطريقتين 1-2-3 نمبر، ولو قابلني دبل بوند اكتب ايه؟ دلتا، وجنبها ايه؟ رقم الكربونه اللي بتبدا عندها الدبل بوند. ورقمت الفا بيتا جاما من ناحيه الكربوكسيل، بس حسبت معايا الكربوكسيل؟ لا، حسبت من ورا الكربوكسيل التاليه للكربوكسيل الفا بيتا جاما، ودي مناسبه لو الفاتي اسيد عدد محدود ايه؟ من الكربونات، ولو في دبل بوند قلت ايه؟ الكربونتين اللي بينهم مين؟ الدبل بوند. تعالى ارقم من الناحيه الثانيه بقى، ارقم الميثايل، والميثايل دي بسميها ذا اوميجا كربون، اسمها كده ذا اوميجا كربون، عشان كده الطريقه دي اسمها اوميجا نمبرين، اسمها كده اوميجا نمبرين. اجي عندي الميثايل واديها اوميجا 1، اوميجا دي زي الدبليو كده بس مدلعها شويه، اوميجا 1 ووراها اوميجا 2 اوميجا 3 اوميجا 4 اوميجا 5 واقف قبل الكربوكسيل. يعني ما ينفعش الكربوكسيل تاخد رقم اوميجا، انا بقف ايه؟ قبل الكربوكسيل. في الطريقه دي يا جماعه برضو لو قابلني دبل جون بقول رقم الاوميجا اللي بتبدا عندها الدبل جون. يعني دبل جون
ما بين اوميجا 3 واوميجا 4 مكانها فين؟ اوميجا 3. ما بين اوميجا 6 واوميجا 7 مكانها فين؟ اوميجا 6. ما بين اوميجا 9 واوميجا 10 يبقى مكانها فين؟ اوميجا 9. فبقول رقم الاوميجا اللي بتبدا عندها ايه؟ الدرجون. هنعرف قدام شويه الطريقه دي لها نيوتريشنال امبورتنس قيمه غذائيه. هنعرف ان الفاتي اسيد المهمه بالنسبه لي هي الاوميجا 3 والاوميجا 6. والفاتي اسيد الباقيه اللي هي اوميجا 7 واوميجا 9 مش مهمه في الجسم. فليها نيوتريشنال امبورتنس. يبقى سيادتك انت بتلقم اهو في اتجاهين وده مركز معايا. من الكربوكسيل 1 2 3 نمبر ولو كده البوند بكتب ايه؟ دلتا وجنبها الكربونه اللي بتبدا عندها الدرجون. لعبت باشا في طريقه ثانيه برضو اسمها الفا بيتا جاما. مش بحسب الكربوكسيل، بحسب اللي وراها الفا بيتا جاما دلتا ابسلون وهكذا. ولو قابلني درجون دور الكربونتين اللي ما بينهم الدرجون. من ناحيه الميثايل اسمها اوميجا نمبرنج، قد الميثايل دي اوميجا 1 اوميجا 2 اوميجا 3 اوميجا 4 اوميجا 5 يضاعف قبل ايه؟ الكربوكسيل. ولو قابلني دبلجون او الرقم الاوميجا اللي بتبدا عندها الدبلجون. السؤال لو اديتك فاتي اسيد وقلت لك كام كربون وقلت لك الفاتي اسيد ده في دبلجون واديت لك مكان الدبلجون تديت دلتا تعرف تجيبها بالاوميجا؟ تعرف؟ متاكد؟ لو بتلعب معايا؟ نلعب مع بعض. لو قلت لك ان في فاتي اسيد 16 كربون وعنده 1 دبل بوند، الدبل بوند دي مكانها دلتا 9 يبقى مكانها سيادتك بالاوميجا، اوميجا كام؟ اوميجا 9 كام؟ اوميجا 7. وانت عرفت ازاي؟ ما انا قلت لك القاهره اسكندريه واسكندريه القاهره. انت لو عارف الطريق كل وقت ايه تعرف سيادتك. القاعده الذهبيه اللي هتخلص لك الدنيا دي كلها بتقول ان رقم الدلتا بلس رقم الاوميجا ايكوال النمبر كارد. رقم الدلتا بلس رقم الاوميجا ايكوال النمبر كارد. فلو اديتك سيادتك 2 من 3 هجيب الثالثه. لو قلت لك النمبر اوف كاربون وقلت لك رقم الدلتا اجيب الاوميجا. قلت لك النمبر اوف كاربون ورقم الاوميجا اجيب الدلتا. لان رقم الدلتا بلس رقم الاوميجا ايكوال النمبر اوف كاربون. قلت لك الفاتي اسيد اللي على البورد ده كم كاربون اتفقنا؟ 6 كاربون. زي انا حطيت سيادتك اهو دبل بوند ما بين 4 و 5 اهو. شلت اتش سيادتك وحطيت دبل بوند اهو ما بين سي 4 وسي 5. مين يقول لي ما تبقى بالبوند دي بالدلتا كام؟ ما بين 4 و 5 يبقى مكانها دلتا 4. طيب مين يعد بقى مكان الدبل بوند دي بالاوميجا؟ اوميجا كام؟ يبقى بين اوميجا 2 اوميجا 3 يبقى اوميجا 2. طب هي 2 بلس 4 كام؟ اللي هو النمبر بقى. يبقى رقم الدلتا بلس رقم الاوميجا ايكوال ايه؟ العب معايا؟ العب معايا. لو عندي فاتي اسيد في 18 كربون اتوم 18 كربون والفاتي اسيد ده دلتا 9 يبقى اوميجا كام؟ اوميجا 9. طب لو عندي فاتي اسيد العب معايا في 24 كربون وهذا الفاتي اسيد دلتا 15 يبقى اوميجا كام؟ 9 15 24. يا سعاده الباشا اللعبه خلصت خلاص. رقم الاوميجا بلس رقم الدلتا ايكوال ايه؟ النمبر اوف كارد. واحد يقول لي دكتور انا كلامك فهمي كلامك جميل بصراحه انت بتقول النهارده حكم بتقول دولار بس في حاجه مضايقاني شويه. تقول قول يا عم اللي مضايقك كل ما اصلحه لك. يقول دكتور انت مره كتبت الدلتا كده مثلث ومره كتبتها كده وانا عديتها لك بصراحه يعني ومره يا دكتور كتبت الاوميجا كده وانا بصراحه لما اتفرج على ماتشات التنس وبشوف انا كورنيكوفا وماريا شرابوفا الناس النظيفه دي بلاقي سيادتك ان الاوميجا مرسومه وراها على الساعه كده
هي ايه الفرق ما بين الدلتا دي والدلتا دي والاوميجا دي والاوميجا دي؟ مين صح؟ احنا صح ولا مالهاش الروضه اللي صح؟ شكرا يا راجل. دول كابيتال ليتر ودول سمول ليتر. زي الاي كابيتال والاي سمول، فدول كابيتال ليتر ودول سمول. يا باشا عرفنا ازاي نعمل نمبرنج لكبرات الكافياسيت. تعالى بقى يا باشا لعنوان مهم جدا جدا جدا، كلاسيفيكيشن اوف فاتي اسيد. يلا يا حبي احنا فاضيين في المايو كده، واي حاجه بتقابلنا في وشنا اوتوماتيكي اوتوماتيكي كلاسيفيكيشن على طول. انا هقسم الفاتي اسيد والكتل ليبا مش بطريقه واحده، انا هقسم الفاتي اسيد ويا حبي. بس لو في عندنا في التشين ميثايل برانش اكون عندنا في ميثايل. لا بقى نجعل البرانش بتشيل فاتي اسيد جميل جدا. يمكن كل فاتي اسيد اللي احنا موجوده في الطبيعه استريت على طول، البرانش دي لها طريقه ثانيه خالص. تتكلم من قلب الكاس. انا هديك اللي هقول لك وانت بتقول على طول. انت مستعجل ايه؟ اللي اقوله مش فاهم. انت مستعجل ايه؟ اي حاجه بقولها فاهم. كلاسيفيكيشن اوف فاتي اسيد. هقسم الفاتي اسيد بطريقتين. اي هو لو انا عملت ما بين الالفا وبين البيتا او الكربونتين اللي بينهم الترابط. انت كنت سرحانه دي. ما بين الفا عند بيتا، بدون بيتا عند جاما، بقول الكربونتين. يلا عشان نفسي اقولها بقى يا جماعه، كل ما اقولها هتحطط. كلاسيفيكيشن اوف فاتي اسيد. بقسم بطريقتين. اول طريقه اكوردنج تو ساتيوريشن حسب التشبع. الطريقه الثانيه اكوردنج تو نيوتريشنال امبورتنس حسب القيمه الغذائيه. بقسم بطريقتين. لما حسب الساتيوريشن التشبع يبقى حسب النيوتريشن امبورتنس القيمه الجزئيه. نبدا اكوردنج تو الساتوريشن حسب التشبع. تشبع بايه؟ بالاكل ولا بالشرب ولا بالشرب؟ تشبع بايه؟ بالهيدروجين بالروابط. يبقى حسب الساتوريشن باي هيدروجين حسب الساتوريشن بالروابط. قسم الفاتي اسيد اكوردنج تو الساتوريشن لاين. اول نوع بنسميه ساتوريتد فاتي اسيد او صفا. النوع الثاني unsaturated fatty acid او يوسفا. يبقى في saturated fatty acid اسمها صفا، unsaturated fatty acid اسمها يوسفا. saturated fatty acid فيها دبل بوند كتير ولا قليل؟ ما فيهاش خالص. دي مشبعة يعني كل كربونة عاملة أربعة سنجل بوم مشبعة كونتين نو دبل بوم. لكن unsaturated fatty acid فيها دبل بوند واحدة أو أكثر. فنبدأ بالساتوريتد فاتي اسيد. يقول لي سيادتك الساتوريتد فاتي اسيد مقاسات زيها زي التيشيرتات. الساتوريتد فاتي اسيد مقاسات زيها زي التيشيرتات. يا وايد يا باشا لو انت رحت تشتري التيشيرت ايه المقاسات اللي ممكن تلاقيها؟ ده مش بان ده تيشيرتين. في مقاس اسمه ايه؟ سمول يعني اس. مقاس تاني اسمه ايه؟ ميديا يعني ام. مقاس تاني اسمه ايه؟ لارج يعني ام. مقاس تاني اسمه ايه؟ اي اكس لا يعني فيري لو. وده مقاسات اهو مقاسات دي. في مقاس للفاتي اسيد اسمه اس يعني شورت تشين فاتي اسيد. في مقاس اسمه ام ميديم تشين فاتي اسيد. في مقاس اسمه ال لونج تشين فاتي اسيد. وفي مقاس اسمه اكس ال يعني الفيري لونج تشين فاتي اسيد. مقاسات ولا مش مقاسات؟ زيها زي التيشيرتات. الناس اللي بتشتري كده تيشيرتات من محل كده محترم اتش ام بقى والحاجات دي بتلاقي المقاس مكتوب بكذا طريقه، مره بالصين دي طريقه، مره مش عارف بالشرق الاوسط دي طريقه، مره بامريكا دي طريقه، في كذا طريقه للمقاس كده.
فممكن الال تفتح تراب كده. الارض ازاي اعرض بالنيه ازاي اقولك ما اجازة بنفس الكلام. انا عندي طريقة تانية للمأساة. الشوط امتى اقول على الشوط؟ قال لك ده من كربونتين لستة. لو من اتنين لستة بايه يبقى الشوط. طب الميديم امتى بقى الميديم؟ قال لك ده من 8 ل 10. طب اللون امتى يبقى لون؟ ده من 12 ل 22. طب الفيلوم امتى اقول فيلوم 24 او اكثر؟ ارقام دي حلوه. يبقى 2 ل 6 يبقى شوت. 8 ل 10 يبقى ميديم. 12 ل 22 يبقى ايه؟ يبقى لون. و 24 او اكثر يبقى ايه؟ يبقى فيلوم. انا قلت حاجه لسامي. فين اللي بالنص دي؟ ما يا ابني البلد دي مش موجود في الطبيعه. اللي موجود في العميل. طيب عايزين يا باشا نمسك سيادتك كل نوع ونعرف ايه امثله عليه. نبدا بالشورت تشين فاتيات. مطلوب منك تعرف اسم الفاتيات ايه؟ عدد كربونات ايه؟ الشورت تشين فاتيات اللي فيه كربونتين يسمى اسيتيك. اسمها اسيتيك اسيد. اللي فيه اتنين اسمه اسيتيك. وده موجود في الفينيجر. الفينيجر ده الخل. الخل يحتوي على اسيتيك اسيد. طب اللي فيه اربع كربونات اسمه ايه؟ اسمه بيوتيك. اسمه ايه سيادتك؟ بيوتيك. بيوتيك اسيد يعني ايه؟ بطل زبده. فموجود في الزبده عشان كده اسمه بيوتيك. الناس بتوع السنه اللي فاتت قالوا لي اسمه حمض الستين. انا بسمع من حاجه اسمها حمض الستين دي. ايه حمض الستين؟ ايه الكلام الفاضي ده؟ اسمه بيوتيك. ستين مين وبتاع مين؟ يبقى اسمه بيوتيك اسيد اربع كربونات. طب لو في ست كربونات كاب رول اسمه ايه؟ كابرويك. كابرويك اسيد. والنبي احفظ معايا اللي في اتنين اسمه لا مش انا اسمع معايا. في اتنين اسمه واللي في اربعه واللي في سته كابرويك. كلهم اسمهم ايه؟ شورت تشين فاتيات. الميديم تشين اتلغى من عايز اللي يعني مش عايز يعني يلا حاجه تفرح الاولاد. مش عايز الميديم تشين خالص شيله يلا خالص. طب تعالى اللونج تشين. تعالى اللونج تشين. اللونج تشين نحفظ فيه قال لك اللي فيه 16 اسمه بالميتيك. اللي فيه 16 اسمه ايه؟ بالميتيك. يعني ايه بالم تري؟ موجود في النخيل اسمه بالميتيك. حد قال لي دكتور اسمه حمض النخيل. قلت له ربنا يخليك انت الكلام ده خلاص. بلا نخليك بلا زنديق والنبي. اسمه بالميتيك اسيد فيه 16 كربون. طب اللي فيه 18 اسمه ايه؟ قال لك استيارك. انت صح استيارك. اسمه ايه؟ استيارك. استيارك. اللي فيه 18 اسمه استيارك. طب اللي فيه 20 اسمه ايه؟ اراكيديك. اللي فيه 20 اسمه ايه؟ اراكيديك. مين خد بيولوجي ايه ليفل كده وهو شكله خد الدنيا؟ خد بيولوجي صح؟ فاكر انيمال كينجدم او المملكه الحيوانيه؟ فاكر الكاتيجوري دي اسمه اراكنيدا؟ ايه الاراكنيدا؟ العناكب. كلمة اراكنيدا يعني ايه؟ يعني عناكب. طب العنكبوت ده ليه كام رجل؟ 8. ولكن بعض انواع العناكب ده اكسبشن بلاقي فيه 20 رجل. بلاقي فيه 20 رجل. عشان كده سيادتك اي فتيات في القاعدة اي فتيات يبدا بكلمة اراك 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 او ما تشوفكش يعني براحتك. اي فاتي اسيد بيبدا باراك يبقى فيها 20 كربون. دي قاعده. اي فاتي اسيد بيبدا بكلمه اراك يبقى ايه؟ يبقى فيها 20 كربون. فاراكيديك فيها 20 كربون او 30 كربون. يبقى اسمع قلت يلا اللونج تشين اللي فيه 16 اسمه واللي فيه 18 واللي فيه 20 انتوا ما بتردوش ولا ايه؟ هتقول لي احنا تنزلنا 3 ازاي يعني؟ بس قول معايا برضه اتعشيت امبارح المشكله. يلا اللي فيه 16 اسمه ايه؟ واللي فيه 18 واللي فيه 20 لا كده. امال مين بقى فين لونج تشين؟ الفين لونج تشين اللي فيه 24 كربونه يسمى ليكنوسيريك. اسمه ايه؟ ليكنوسيريك. لا سمعني مره كمان. ليكنوسيريك. ليكنوسيريك. حاول تعمل معايا مجهود عشان توفره في الايه؟ احفظ معايا هنا وافضل وقتك في دول.
سيادتك اتفقنا الفاتي اسيد ما اذاب زيها زي التشيرتات شورت ميديا بلون بلون الشورت اللي في اتنين اسمه واللي في اربعه واللي في سته لونج تشين اللي في 16 18 20 غير لونج اللي فيها 24 لونج ساعات كده اقول لك بص على البوست بصيت طب بص كمان لو قلت لك مين اهم اثنين فاتي اسيد في دول كلهم بالميتك الجستيان اهم تو فاتي اسيد في كل دول بالميتك اوستيان ليه عشان وايدلي ديستريبيوتد ان نيتشر موجود في كثره الطبيعه كل الاويلز كل الفات فيها بالميتك اوستيان لو سالتك سؤال كمان مين اهم واحد فيهم في الهيومن بودي في جسمنا مين اهم واحد في جسمنا اهم واحد هو البلد لانه والفاتي اسيد الذي يتم تصنيعه داخل جسمنا يبقى اهم اثنين في النيتشر مين بالميتوكوستيات اهم واحد في جسم مين بالميتك لان ده اللي ايه اللي بيتصنع في جسمنا طب سيادتك لو انا عايز اكل ساتوريتد فاتي اسيد اكل ايه؟ قال لك والله موجود سيادتك في الانيمال فات الانيمال فات يحتوي على ساتوريتد فاتي اسيد زي البتر الزبده الكريم ايه الكريم دي؟ القشطه يبقى الزبده والقشطه البتر والكريم تحتوي على ساتوريتد فاتي اسيد كمان في بعض البيت ابو الاويل البلانت اويل زي الكوكونات اويل ايه الكوكونات اويل ده؟ ايوه دي بتقول مين؟ الزيوت الثقيله زي الجولدن دي ساتوريتد الحاجات الصلبه زي البتر والكريم فيها برضه سيادتك ساتوريتد فاتي اسيد طيب لو انا باكل كل يوم قشطه وزبده ده مفيد ولا مضر؟ كل يوم قشطه وزبده قشطه وزبده مفيد ولا مضر؟ مضر ايه البايو ميديكال امبورتنس اوف الساتوريتد فاتي اسيد مضر ده الساتوريتد فاتي اسيد بتزود في الجسم حاجه اسمها كوليسترول بتزود ايه؟ الكوليسترول الكوليسترول ده لو زاد في الدم مضر ليه؟ بيعمل حاجة اسمها اثيروسكليروزس مين شاطر يقول لي يعني ايه اثيروسكليروزس؟ ده سؤال وجهه والاثيروسكليروزس دي بتعمل حاجة اسمها كلوناري هارت ديزيز امراض القلب بيسمعوا حاجة اسمها ذبحة صدرية جلطة في القلب التطلق ده يعني بيضيق الشرايين بتاع القلب ولما شرايين القلب تضيق مفيش دم واصل لعضلة القلب كفاية ابدا بقى يحصل ذبحة يحصل جلطة وهكذا فلو قال لك الساتيوت الفاتحة مفيدة ولا مضرة؟ مضرة ليه؟ بتزود الكوليسترول وتعمل حاجة اسمها أثيروسكليروزس اسمها ايه كمان؟ أثيروسكليروزس وتعمل حاجة اسمها كلوناري هارت ديزيز أمراض القلب وده يا باشا أول نوع من الفاتيات الفاتحة ساتيوريتد فاتيات تعال يا باشا النوع الثاني اللي اسمه أنساتيوريتد فاتيات يبقى فيها دبل بوند ولا ما فيها والدبل بوند يا معلم نوعين والكلام ده خدناه للي حاضر معانا ايضا نوع يسمى سيس دبل بوند ونوع يسمى ترانس ترانس دبل بوند سيس وترانس واتفقنا مع بعض ان السيس الجروب في السيم سايد اوف دبل بوند وقلت لك احفظ كده سيس في السيم سيس في السيم سيس في السيم تايب اوف دبل جروب لكن التي ران الجروب ده فين؟ في الاوبوزيت سايد اوف دبل جروب واعيدها تاني عشان الناس اللي مش حاضره معانا النهارده يعني ايه الجروب ده في السيم سايد اوف دبل جروب لو عندي يا باشا دبل جروب ده سي دبل جروب سي 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 جعلنا وحبيبنا وقائدنا ربنا يحفظنا فسيادتك ادي سي دبل بون تي دبل بون وهنا اتش وهنا اتش يبقى الاتشات هنا كده في السيم سايد ولا في الاوبوز سايد يبقى الدبل بون دي اسمها سيس حلو الكلام طب الدبل بون دي اسمها ترانس عباره عن ايه؟ سي دبل بون تي سي سي يا عم حد يسجل يا جماعه يا رب داعي ولا سي سي اهو يا باشا وعندي الناحية دي اتش والناحية دي اتش يبقى الاتشات هنا في السيم سايد ولا في الاوبن سايد؟
لو هيشاف في الاوبوز سايد وفي الدرجول نوع الدرجول ايه؟ الكلام ده كله قديم. تعالى بقى للجريده. والجريده حلوه قوي وظريف جدا اللي قدامه. يقول لك لو الدرجول دي زين وجروب دي في السيم سايد اوف الدرجول هيحصل كن كينج انحناء او ساعات اسميها بندنج انحناء لكربونات الفاتي اسيد. بمعنى بص معايا الفاتي اسيد ماشي في امان الله ماشي في امان الله. اول ما يقابل دبل بوند نوع اساس ينحني يتكرمش على نفسه. اما لو كان الدبل بوند فلات والجروب في الاوبوزيت سايد قال لك نو كينكينج نو بندنج للفاتي اسيد. دكتور حضرتك عودتني انك تفهمني كل حاجه وانا تعودت على كده بصراحه ما بعرفش بقى اشمعنى لو الفاتي اسيد في دبل بوند نوع حساس وجود في السيم سايد يحصل بيندنج ولو الفاتي اسيد فريم وجود في الاوبوز سايد ما يحصلش بيندنج. بص على البوست لو الدبل بوند وجود في السيم سايد هلاقي ناحيه زيادتك فيها اكشات كتير وزحمه والناحيه الثانيه فاضيه ما فيهاش حاجه ولو سيادتك ماشيه ورا بيتي لقيت طريق زحمه قوي وطريق فاضي تمشي بالزحمه ولا تروح للفاضي؟ الفاضي. فعشان الناحيه دي زحمه سيادتك ودي فاضيه ينحني الفاتيات على نفسه ويروح الناحيه الفاضيه. يعني لو عايز تبص دي اتش كده واتش كده فالدنيا زحمه فبعدت عن الزحمه وحصل انحناء. لكن الناحيه دي لو الدرجون ده كان وجروبت في الاوبن سايد بص يا معلم بلاقي اتش فوق واتش تحت وحبه فوق وحبه تحت يبقى لا اروح لا فوق ولا تحت واكمل زي ما ماشي. ده الكلام ده بفهمك بس مش مطلوب منك ولا حاجه بس بفهمك عشان دول في السيم سايد زحمه رحت الناحيه الثانيه الفاضيه هنا فوق زي تحت اتش فوق واتش تحت اروح مكمل زي ما ماشي. حد برضه يقول لي دكتور انت فريق بصراحه يعني انت عقدتني في حياتي ليه يعني؟ طب انا يعني استفيد ايه لو الدرجون ديسيست وجروبت في السيم سايت وحصل بيندنج؟ واستفيد ايه لو ما حصلش بيندنج؟ لا استفيد طبعا. هو مين ليه سيرف سيري اكبر؟ فاتي اسيد حصل له بيندنج ولا فاتي اسيد ماشي ستريت؟ اللي حصل له بيندنج طبعا. اللي حصل له بيندنج سيرف لو انا ماسك ورق بعدين يا دكتور ماسك ورق والورقه دي هي ستريت اهي واخده سيرفس اكبر ولا 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 كرمشتها بقى في ايدي وبقى وطبقتها وبتاع الورقه دي مش عايزه الكلام مش عايز طبعا لو طبقتها وكرمشتها كده ايه هتحتل مساحه اكبر من الكرمشه فهمت ازاي؟ فالفاتي اسيد لو هو سيس وجروبز في السيم سايد وحصل بيندنج احتل مساحه كبيره لكن ده خط مستقيم احتل مساحه صغيره. اللي بيفهم لو انا عندي فاتي اسيد سيس وجروب في السيم سايد وحصل بيندنج وعندي مكان محدود زي الكوبايه مثلا زي سيل ميمبرين مثلا مكان محدود اهو هحط منه كميه كبيره من هذا الفاتي اسيد ولا كميه اقل؟ اقل طبعا ان الترم تري ايه؟ فانا هحط كميه اقل اهو كميه اقل ومش بس كميه اقل الاقي الكربونات بعيده عن بعض الكربونات بعيده عن بعض وبالتالي ارتباط هذه الكربونات مع بعض ضعيف وعشان كده هذا الفاتي اسيد سيكون ليك ويت في الروم تمبرتشر يعني يبقى سائل في درجه حراره الغرفه وحصل له ديكريز في الميلتنج بوينت درجه انصهاره بقت قليله وبقى ليك ويت في الروم تمبرتشر. الناحيه الثانيه بص معايا الفاتي اسيد في دبل بوند نوعها ثاني وجروبز بالاوبنس دايت ومفيش بيندنج على خط مستقيم لما خط مستقيم سيادتك انا هحط منه كميه كبيره في المساحه المحدوده لو عندي مكان محدود احط كميه كبيره ليه؟ عشان السيرفس اللي بتاعته قليله ولو بصيت معايا هتلاقي ده لازق في ده وده لازق في ده وده لازق في ده ارتباط الكربونات مع بعض قوي وعشان ارتباط الكربونات مع بعض قوي هيبقى سوليد في الروم تمبرتشر يعني هيبقى طري في درجه حراره الغرفه واحد يقول لي دكتور مش فاهم اقول له تمام. دايما لو بشرح الكلام ده كل سنه ما حدش يفهم ودايما
انت بقول المثال لو دلوقتي كل الناس سبحان الله مش عارف ايه تعمل عندنا الدوله مين فيكم بيثبت كده؟ بيثبت كده دلوقتي كده شعر بس حلو ده جميل يا شباب بالدور ده فاكره اللحظه وانت بترتبي الشنطه بتاعتك عشان تروح تركبي الباص بتاعك وتروح شهر لحظه جميله قوي وبتاعك انت وبتاع هتلاقي مامتك ربنا يديها صحه مرتبه لك هدوم وكلها مغسوله ومتطبعه ومجويه حاجه بسم الله ما شاء الله على وضعها تروح حاطه هدومك في الشنطه قافله الشنطه بتاعتك بمنتهى السهوله وواخده سياده شنطتك ولاحقه الباص بتاعك على طول لو انت رايحه طب فاكره اللحظه بقى وانت جايه كل هدوم لبسناها وكل هدوم استخدمناها وكل هدوم اتكرمشت على بعض سيادتك تحط الهدوم في الشنطه سبحان الله نفس الهدوم ونفس الشنطه اني تقفل ما بتقفلش برجلك سيادتك عقبه فيه بسناها ما بتقفلش سبحان الله نفس الهدوم ونفس الشنطه هو ايه اللي حصل؟ اللي حصل ايه؟ لما كانت هدومك متطبقه ومكويه واحده مساحه محدوده تحط في بعض زي ما انت عايز لكن لما كلمشت الهدوم سيادتك هتروح فين مش داخله هحتاج اشيل شنطه كمان عشان احط ده بلد نفس الكلام بيحصل يا جماعه هنا الفات ياسد اللي فيه دربون ست متكرمش وبحط منه كميه ايه؟ قليله وارتباط الكربونات مع بعض ايه؟ ضعيف فيبقى ليك ويك في الروم تمشي يا جماعه لكن لو الفات ياسد تران وخط مستقيم ومتطبق ومكوي احط منه ايه؟ كميه كبيره وارتباط الكربونات مع بعض ايه؟ قوي فيبقى طلع في الروم تمشي واصلة ولا دي حد مش وصل له الكلام ده؟ طب حلو ازود حتى طيب؟ ازود حتى يقول لك يا طبيب ما ينطبق على الترانس ينطبق على الساتيوريت الفاجئة حد لقطة؟ حد زمى؟ ما ينطبق على الترانس ينطبق على الساتيوريت الفاجئة هو الساتيوريت الفاجئة في دبل بوند ولا ما فيهوش؟ يعني في بندنج ولا ما فيهوش؟ فما فيهوش بندنج وماشي ستريت احط منه كميه كبيره في المكان المحدود وارتباط الكربات مع بعض قوي يبقى صلب في الروم ما ينطبق على الترانس ينطبق على ايه؟ على الساتوريتد لان الساتوريتد لا يحتوي على دكتور طب حد يقول دكتور 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 هو مين موجود في الطبيعه؟ الدبل بوند اللي اسمها سيس والله الدبل بوند اللي اسمها ترانس اقول له سيس يبقى اللي موجود في النيشن سيس يا دكاتره الترانس المجال ده سينثيتيك يعني مصنع مصنع بيجي ازاي الترانس المجال بيجي فروم ذا هيدروجينيشن اوف الاويل من هيدروجين الزيوت ايه هيدروجين الزيوت دي؟ مين يعرف ازاي بنعمل سمنه صناعي؟ بجيب زيت تاريخ وده في انساتوريت المجاز وعدى على طيار هواء ساخن محمل بالهيدروجين وجود حتى كاتاليست كان اسمه نيكا لو تفتكر كان كل سيادتك دربون تاخد اتش 2 تبقى ساتوريت كل دربون تاخد اتش 2 تبقى ساتوريت معظم الدربون هيحصل لها ساتوريشن لكن بعض الدربون تقلب سيادتك من سيس تبقى ترانس يبقى ترانس المجاز بيجي من هدرجه الزيوت ده سينثيتيك ده مصنع ده وربنا ما خلقوش ده انا اللي عملته باي هيدروجينيشن اوف الاويل او الفينيك طب سؤال ايه اللي حصل؟ الترانس فادي اسيد بيجي ازاي مصنع من هدرجه الزيوت لو عايز اعمل سمنه صناعي بجيب زيت نباتي زيت الذره اللي عندها وبتاع عباد الشمس اي زيت ولا ممشي عليه طيار هواء محمد الهيدروجين كل ده بوت واخد اتش دي يتشبع 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 ساعات التليفون ده بس تقلب من سيست بقيت تبقى ترانس فسيادتك الترانس بجازت مصنع بيجي من ادراج الزيوت وانا بعمل سمنه صناعي طب سيادتك اسال سؤال تجاوب عليه البنويت بقى هو مين صحي اكتر الزيت ولا السمنه؟ الزيت ولا السمنه صحي الزيت طبعا السمنه غير صحيه الترانس فاتي اسيد مضرة جدا 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 ليه؟ بتعمل نفس الكلام بتزود الكوليسترول وتزود الاثرو سكلوزز
وبتعمل برضه ايه؟ كرونيري هارت ديزيز. عشان كده البلاوت الحلوين اللي عايزين يخصبوا عمر جوازهم وعايزين يخلصوا منه ايه اللي مع الطريق وشوف غيره؟ اطبخ له كل يوم بسمنه ولا بزيت؟ بسمنه. لو كل يوم سيادتك سمنه 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 بسم الله ما شاء الله 5 سنين جواز يتسدلوا 5 6 شهرين في القلب وتجي على الله وشوف غيره على طول اقلب كده شوف غيره. بس برضو يعني الناس برضو اللي مش فاهم المطبخ شويه تفهم دايما السمنه ليها استخدامات. لو عايز اعمل كيك اعملها بسرعه سمنه سمنه. عايز كيك هي هي لا مش هي طبعا طبعا مش هي بزيت طعمها وحش سمنه طعمها احلى ما تجيش في المطبخ. كمان لو عايز اخبز خبيز بتطير وبتاع وشبابيه زيت ولا سمنه؟ سمنه. عشان كده الترانس فادي اسيد موجود في الكيك والبيك فود ارجانيك بيك فود يعني الاكل المخبوز دايما الاكل المخبوز والكيك بيحبوا فيها السمنه طعم احلى طعمها احلى بس هتفتكر على الله معلش طب راحتك بقى انت اختار ايه. فده يا باشا الفرق ما بين السيس والترانس. طب تعالى مع بعض نعرف مين unsaturated fatty acid. على فكره في خلال المنهج انا هدي البنات افكار مبتكره للتخلص من اهوالها. فالكلام ده في الدنيا هتجي او الروح خلصي عليه قبل ما يخلص عليك. امال ايه؟ يلا يا باشا نشوف مين هم unsaturated fatty acid. والله بقسم unsaturated fatty acid نوعين. اول نوع بنسميه مونو اي نويك. مونو اي نويك فاتي اسيد. وساعات اسميه مونو اي فينويك. والنوع الثاني بنسميه بولي اي نويك. او ساعات اسميه بولي اي فينويك. حد يقول لي دكتور مش فاهم قوي. اقول لك طبعا فكر. مين فاكر اورجانيك كيمستري؟ فاكر حاجه اسمها الكان والكين والكاي. السافكس المقطع ان معناه ساتوريتد. المقطع اين معناه دبل بون. المقطع اين معناه تريبل بون. فلما اقول لك اين تفهم دبل بون. فلما اقول لك مونو اين مونو اين يبقى وان دبل بون. لكن مونو اينوي او مونو اثنوي فيها وان دبل بون. فلما اقول لك بولي ان بولي انوت مور ذان وان دبل بون. يبقى المونو انوت وان دبل بون. البولي انوت مور ذان وان دبل بون. حلو الكلام. تعالى نبدا بالمور انوت. زي مين يا باشا؟ قال لك في واحد شهير مشهور يسمى بالميتو اولي. اسمه يا جماعه؟ بالميتو اولي. ركز بقى عشان اعمل فكره حلوه قوي. كم كربونة؟ 16. يبقى اول رقم ده عدد الكربونات. احط نقطتين فوق بعض واكتب 1. الرقم اللي بعد النقطتين ده عدد الكربون. يبقى 16 كربونة او الرقم عدد الكربونات. 1 دبل بوند. مكان سيادتك ال دبل بوند دلتا 9. يبقى البالميتولي اوميجا 7. 6 بقى. يا بنت 16 ناقص 9 بكام؟ 7. 7 و9 16 يبقى بالميتو ليه 16 كربونه 1 دبل بوند دلتا 9 اوميجا 7 احفظ كل الكلام ده. طب مين كمان؟ قال لك واحد اسمه اولي. اسمه ايه؟ اللي عاش في الخليج فتره كان في زيت مشهور قوي يعني من فتره كده في الخليج اسمه اولين. حد سمع عنه؟ كان بيقول لك انا سمعت عنه. كان بيقول لك زيت اولين زيت الستات الواعيين مشهور قوي اولين ده. فاوليك ده 18 كربون. شفت ده؟ وان دبل بون دلتا 9 اوميجا 9 جدعان. كمان في واحد اسمه نير بوليك. اسمه يا جماعه؟ نير بوليك. ده 24 كربونه واوميجا 9 دلتا 15. خلاص عرفنا بقى خلاص رقم الدلتا بلس رقم الاوميجا يساوي النمبر الثاني. واحد يا دكتور كل حفظ كل حفظ كل حفظ الله اكبر كل حفظ. بس في واحد بيحفظ بذكاء شويه. في واحد حمار حصاه يحفظ اي حاجه ده وبس وخلاص. لا احفظ بس بذكاء. بمعنى ايه؟ لو انت قلت لي احفظ الكلام ده
قصادهم الانساتوريتد اللي فيهم 1 دبل بوند. شوف انا عامل ايه، شوف انا عامل ايه، انا احفظ يا كده اللي فيه 16 وساتوريتد بالميتك، اللي فيه 16 1 دبل بوند بالميتو قليل، اللي فيه 18 وساتوريتد استيريك، اللي فيه 18 1 دبل بوند قليل، اللي فيه 24 وساتوريتد لينوسيريك، اللي فيه 24 1 دبل بوند للبوند. احفظوا بصفة. انت عارف ليه؟ انت عارف ليه؟ يعني ممكن لو لعبت دماغه قال لي الاوري باي ريدكشن يدي مين؟ يعني اوري وحطيت له اتش 2 يدي مين؟ ما دول لو شلت منهم الدربون هيتحولوا لمين؟ الساتوريتد. فاللي ذكي قوي 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 ما يحفظش وخلاص، يحفظ الساتوريتد وصادهم اللي فيهم ايه؟ وان دربون. عشان باختصار اللي فيهم دربون دول لو شلت منهم الدربون باضافه هيدروجين يتحولوا للساتوريتد. وصل الفكره؟ احفظ ده قصاد ده. يبقى معانا كمان المونو انول 3 اول واحد اسمه ايه؟ بالميتو ليه؟ في 16 واللي فيه 18 هو ليه؟ واللي فيه 24 اسمه ايه؟ نيرف مولي. طيب دول موجودين فين؟ دول موجودين في الجلاند اويل زي الاوليف اويل. مين هنا من فلسطين؟ بسم الله ما شاء الله طالعين على زيت الزيتون، حاجه بسم الله ما شاء الله. هناك الزيتون ده قدام البيوت كده بسم الله ما شاء الله، كلهم طالعين على زيت الزيتون وكلهم بسم الله مش صحه وطول وعرض حاجه بسم الله ما شاء الله. احنا بقى بناكل زيت بذر القطن، كل الابراج فينا بسم الله ما شاء الله، ويقول لك احنا محتلين. تعالى يا عم نبدل، لا احنا موافقين والمصحف نبدل، على الاقل ناكل زيت الزيتون بسم الله ما شاء الله. فزيت الزيتون صحي جدا 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 جدا, جداً, جداً. فالانسر بريد الفرياسيت موجوده في الاوليف اويل. طيب الاوليف اويل ده من خبير بالاوليف اويل ساعات ماشي مفيد ولا مضر؟ مفيد جدا جدا جدا. احجز بقى احجز بقى، الانساتوريتد فاتي اسيد بتقلل الكوليسترول وتقلل الاثرو اسكلوزس وكمان تقلل كروناري هارت ديزيز. احجز بقى احجز، يبقى بتقلل الكوليسترول وتقلل الاثرو اسكلوزس وتقلل ايه؟ كروناري هارت ديزيز، ودول اسمه مونو انويت فاتي اسيد. تعالى للنوع الاهم بقى اسمه بولي انويت فاتي اسيد او بسميها بوفا. الله اخت بوفا، فاكر بوفا؟ مين بوفا؟ يزيد بوفا اتصعب. مين بوفا؟ بوفا دي اللي بتركب التاكسي قدام. ده علم ده ولا ايه ده؟ ده علم ده ولا ايه؟ اوعى تكون كده في التحت بوفا ده مش علم يا ابني، اوعى تكون قلت لك كده في ايدك. بريد فاتي اسيد ايوه بتركب قلبه بالنسبه لي. حلوه حلوه حلوه، انك انت تربط حلوه حلوه. فدي بقى بوفا، يعني بولي انساتوريتد فاتي اسيد. يقول لك البولي انساتوريتد فاتي اسيد فيها اكتر من واحد دبل بوند، ممكن اثنين، يبقى اسمها دايجيثنويد، ثلاثه دايجيثنويد، اربعه تترا ايثنويد، خمسه بنتا ايثنويد وهكذا. ودايما ودي الاول دفعه، المعلومه دي اول دفعه، ما انتش اول اللي يتكلم على جنبك يمسك موبايل جنبه غلط. دايما انا ما عنديش مشكله في اضافه دربون، يعني احط دربون الى ما لا نهايه زي ما انت عايز، بس عندي شرط واحد، ما ينفعش اثنين دربون يبقوا ورا بعض، ما ينفعش خالص. بص جنبك اقول لك ليه، عندي سي دبل بوند سي دبل بوند سي بالشكل ده، وهنا بحط اتش وهنا بحط اتش وهنا بحط اتش. هل الشكل ده ينفع؟ لان ببساطه سيادتك الكربونه دي بقت عامله كام؟ خمسه. ما ينفعش ما ينفعش. امال الشكل يبقى ازاي؟ بص يبقى عندي سي دبل بوند سي وادي سي لوحدها وادي سي دبل بوند سي وادي اتش وادي اتش وادي اتش اتش وادي اتش وادي اتش كده يصير ولا ما يصير؟ يصير. ما ينفعش يكون اثنين دبلوت ورا بعض على طول، قدامك مش نافع اهو. لازم يكون عندها اتش. ما هايدرو كاربون تشين، ما لازم يكون كاربون مع هايدروجين. لكن سيادتك لازم التو دبل بوند اللي ورا بعض يبقوا سيباريتد اتليست وان سي اتش 2. اتليست ممكن اكتر. بس على الاقل ايه؟ واحدة سي اتش 2. السي اتش 2 دي اسمها ميثيلين جروب. اسمها يا جماعه ايه؟ يبقى لازم الاثنين دبل بوند اللي ورا بعض على طول يبقوا مقصورين على الاقل بواحده سي اتش 2 اسمها ميثيلين جروب. المعلومه دي مش كل الناس تعرفها، اوائل الكليه بس.
ما انت شوائن ولا كأنه تعب. طيب مين هما البولي اي نويك فاتي اسيد؟ مين هما البوفا؟ بص بقى البوفا انا بهتم جدا بالعائلات، بهتم جدا بالحسب والنسب، ما مش اي حد يقول سلام، لازم عيله، لازم حسب ونسب سيادتك. وبقسم الفاتي اسيد البولي او ساجريد الى عائلات. عيلة بسميها عيلة أوميجا 3، وعيلة بسميها عيلة أوميجا 6، وعيلة أسميها عيلة أوميجا 7، وعيلة أسميها عيلة أوميجا 9. عيلة يعني إيه عيلة اسمها عيلة أوميجا 3؟ قال لك عيلة كبيرة فيها أكتر من منبر، أكتر من عضو. كل عضو في العيلة فيه كربونات غير التاني، وكل عضو في العيلة فيه دبل بوند غير التاني، بس كل أعضاء العيلة تتفق إن أول دبل بوند مكانها ما بين أوميجا 3 وأوميجا 4 من ناحية الميثايل، وبالتالي كل العيلة اسمها عيلة أوميجا 3. يعني إيه عيلة اسمها عيلة أوميجا 6؟ عيلة كبيرة فيها أكثر من منبر، كل منبر كربونات غير التاني ودبل بوند غير التاني، بس جميع اعضاء العيله تتفق ان اول دبل بوند مكانها ما بين اوميجا 6 واوميجا 7 من ناحيه الميثايل، فكل العيله سميتها عيله اوميجا 6. طب يعني ايه عيله اوميجا 7؟ نفس الكلام يا جماعه، كذا منبر كذا عضو، كل عضو كربونات غير التاني دبل بوند غير التاني، بس كل الاعضاء تتفق ان اول دبل بوند مكانها ما بين ايه؟ اوميجا 7 ومن 8، يبقى كل العيله عيله اوميجا 7 وهكذا. طب تعالى نبدا بالعيله اللي اسمها عيله اوميجا 3. زي مين عيله اوميجا 3؟ قال لك زي واحد اسمه الفا لينو لينك. اسمه يا جماعه؟ الفا لينو لينك. كم كربونه؟ 18. كم دبل بوند؟ 3. اول دبل بوند للثلاثه ما بين اوميجا 3 واوميجا 4. كمان في واحد اسمه تيمنو. تيمنو جبنه؟ لا، تيمنو دوني. تيمنو دوني ده 20 كربونه وخمسه دبل بوند، اول واحده في الخمسه ما بين اوميجا 3 واوميجا 4. فلو ركزت في العيله، عيله قويه، عيله حلوه. العيله دي سيادتك فيها اكتر من عضو واكتر من ممبر. كل ممبر اهو كربونات غير التاني ودبل بوند غير التاني، بس كل افراد العيله تتفق ان اول دبل بوند ما بين اوميجا 3 واوميجا 4، فالعيله كلها اسمها عيله اوميجا 3. الفا لينو لينك 18 كربونه 3 دبل بوند، تيمنو دولك 20 كربونه 5 دبل بوند. الاثنين بيتفقوا في ايه؟ بيتفقوا ان اول دبل بوند مكانها ما بين اوميجا 3 واوميجا 4، عشان كده الاثنين من عيله اوميجا 3. حلو الكلام. طيب كل عيلة وإلها كبير، كل عيلة وإلها كبير، واحنا ماشيين بمبدأ في البايوكيمستري، مبدأنا أن من تواضع لله، عشان كده كبير أي عيلة هو الأقل فعدد الكربونات. قلت لك من كبير عيلة الأندوزس؟ من كبير عيلة الكيتوزس؟ من كبير عيلة الأوميجا 3؟ ألفا لينو لينك. الأقل في الكربونات هو البيرم. قال لك لو قال لك مين البيرم بتاع الأوميجا 3؟ أو ساعات يقول لك مين البريكيرسر يعني المصدر بتاع أوميجا 3؟ هو الألفا لينو لينك. عارف ليه؟ قال لك لأن ببساطة أنا أقدر منه أصنع باقي العيلة. طب إزاي يعني؟ قال لك بصنع باقي العيلة بإضافة كربونات اللي اسمه إيلون ديوشن إضافة، وإضافة دبل بوند اللي اسمه دي ساتيوريشن إزالة التشبع. بمعنى لو عايز تفهم، لو أنا من الألفا لينولينك عايز أصنع تيرنودونيك، أضيف كام كربونة؟ أضيف كام دبل بوند؟ يبقى أضيف كربونات وأضيف دبل بوند. من البيرن صنع كل العيلة، يبقى البيرن بتاع الأوميجا 3 هو الألفا لينولينك. طب تعالى نشوف الاوميجا 6 والنبي ركز معايا قوي، ركز معايا قوي. زي مين اوميجا 6؟ قال لك واحد اسمه لينو ليه. اسمه سيادتك؟ لينو ليه، لينو ليه. ده 18 كربون.
اثنين طريقون، الاولى ما بين اوميجا 6 واوميجا 7، وواحد تاني اسمه ايه التاني بقى؟ هسألك سؤال، هو اللي بيجي من تونس يبقى تونسي، واللي بيجي من الكويت يبقى كويتي، واللي بيجي من البحرين يبقى بحريني، واللي بيجي من العراق يبقى عراقي، عراقي دوري. ايوه هو اسمه كده عراقي دوري. واي فتاه بتقوله عراق، عراق 20 دربوره. كام دربور؟ 4 دربور. يبقى عراقي دوري بتاع العراق اهو 20 كربونه و4 دربور. لو سالتك وقلت لك مين البيرنت بتاع الاوميجا 6؟ الليل والليل ده البيرنت او البريكيرسر بتاع اوميجا 6، عشان ده الاصغر والاقل في عدد الكربونات. انت عارف؟ انت عارف؟ انت عارف؟ اديني بس مكانك، يعني اعلي مكانك واخد بص على البورد، منظرها مخيف صح؟ من مكانك مخيف صح؟ انا خفت شخصيا والله العظيم. ايه الكم ده كله؟ ايه الاسامي دي كلها؟ وقال كل واحد اعرف كم كربونه وكم دبل بوند ومكانها فين؟ ويقول ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ خير؟ خضيت ولا ايه؟ موبايل وقع، حاجه دي ولا ايه؟ ايه المشكله يعني؟ قلت له حصل؟ كل الهاب دي على الموبايل؟ انا قلت حاجه هو معلومه ولا حاجه؟ امال لو جبتك وقعت مش تعبر والله ما تخضعني خاطري. والله لو جبتك عبر ولا حاجه ما تخضعني خاطري. عشان كده يا باشا ما تقع عادي. عشان كده انا ارتكزت ارتكازه. ده مش علم، ده ارتكاز. انا برتكز عادي، انا حر. انا حر اذا انا ارتكز. حواليك الباليو، الباليو مني كده. انت ايه حكايه تاكلي وفوطه وباليو؟ ده انت خطر ليه كده؟ باليو باليو مني كده. ده مش عارف انت اسم الماده. لا انا معايا دقيقتين اخد خالص. ايه الارتكاز اللي سيبتك؟ يقول لك بص معايا، اي فتاسك ينتهي بالمقطع ليه؟ اي فتاسك ينتهي بالمقطع ليه؟ هذا الفتاسك اوتوماتيك 18 كربون. اي فتاسك بينتهي بالمقطع ليه؟ يبقى دي كام كربونه؟ 18. لو عايز اعرف الفتاسك ده فيه كام دبل بوت؟ عدت دي كام حرف ان وزود واحد. ده مش علم، ده ابتكار بس سهل الموضوع. اي فاتي اسيد ينتهي بالمقطع ليه يبقى في كام كربونه؟ 18. لو عايز اعرف في كام كربون اعد في اسمه كام حرف ان وزود مين؟ واحد. تلعب معايا؟ تلعب معايا؟ قول عروس. عروس. قول عروس. 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 بص بص. قولي عد لي كام كربونه؟ 18. في كام حرف ان؟ ولا واحد، يعني زيرو زود واحد يبقى 1 دبل بوند. العب معايا اقول عروس. لينو ليه؟ عد لي كام كربونه؟ 18. في كام حرف ان؟ يبقى كام دبل بوند؟ 2. العب معايا اقول عروس. الفا لينو لينك، عد لي كام كربونه؟ كام حرف ان؟ يبقى كام دبل بوند؟ وبتاع العراق 20 و4 وتمنه جبنه. لا يا عم سوري، تمنه تونك 20 و5. خلص الموضوع. على فكره الكلام ده بيخلص الاكس كيو. انت قاعد في الاكس كيو سيادتك في الامتحان وقت الاستريس بيدخلوا في بعض الشيلينولينك والشيلينولينك، ما انتش عارف تفايده. وقتها الانات بيخلص اللي فيه ان واحده باثنين طبقات، واللي فيه ان تاني بثلاثه. فهمت ازاي؟ بسرعة كده سيادتك، ايه البايوميديكال امبورتنس بتاع الاوميجا 6 بولي انساتوريتك فاتي اسيد؟ مفيدة ولا مضرة؟ طبعا مفيدة. اي انساتوريتك مفيدة. بيعمل ايه؟ الاستامبة هي انت حفظت الاستامبة. الساتوريتك زود الكوليسترول، زود الاثيروسكلروزس، زود كروني اوتيزيز. الانساتوريتك اعكس، قول معايا انسا يعمل ايه؟ قلل كوليسترول، قلل الاثيروسكلروزس، قلل كروني اوتيزيز. ده بالنسبة للاوميجا 6. موجود فين الاوميجا 6؟ الاوميجا 6 اهي. لا ده اوميجا 3 لسه، انا هاكل فيها برضه. انا بتكلم على اوميجا 6. ده اوميجا 3؟ اوميجا 3؟ انت مش عارف بتكلم فين؟ انا بتكلم في اوميجا 6. خلصنا الاوميجا 6. تعالى الاوميجا 3. موجود فين الاوميجا 3؟ قال لك موجود في حاجه اسمها فلاكس سيد اويل.
حد يعرف يعني ايه فلكس دي دول؟ دي بذر الكتان او بيسموه الزيت الحار. حد يسمع عنه؟ او ساعات ناس بتسميه الزيت الزفر. عايزين اسمه زيت الزفر عشان سيادتك ريحته زي السمك، ريحته زفر شويه. على فكره طعم حلو جدا. يعني مين اكل طبق فول الزيت الحار قبل كده؟ انا في اليوم بضربه الصبح تحفه، طعم حلو جدا جدا جدا. بستكمل هنا تلاقي انقلابات في المعده وترهلات مش عارف ايه، حاجات كده غريبه بتحصلك يعني. بس هو حلو ومفيد مفيد. ده اسمه فلاكس زيت اويل، زيت بذر الكتان او زيت الحار. وموجود في مكان اسمه كانولا اويل. كانولا ده بيطلع منين يا جماعه؟ اللي عاش مع دول هتلاقيه شغالين بالكانولا اويل ده. الكانولا ده في الهند او لا مش جزء الهند. لا لا هو دي البذره بتطلع من الهند بيقطروها تطلع الزيت ده كمان. طيب الاوميجا 3 مفيد يا لهوي جدا جدا جدا. على فكره موجود برضه في زيوت الاسماك. عشان كده الناس اللي عايشه سيادتك على البحار صحته حلوه جدا جدا. اكل السمك ده مفيد جدا جدا جدا. تعالى بص الاوميجا 3 بيعمل ايه؟ اول حاجه بيعملها الاسطمبه. ايه الاسطمبه بتاعتنا؟ قلل الكوليسترول، قلل الاتروسكلروزس، قلل الكولونوجي. ده الاسطمبه بتاعتنا. ايه كمان خدها عندك بقى؟ بيقلل البلاد بريشر، ضغط الدم. وده مفيد ولا مضر؟ مفيد جدا. على فكره ضغط الدم المرتفع قاتل. دايما الناس الرياضيين الاتليت اللي بيلعبوا رياضه دايما ضغط دمهم دايما كده. الطبيعي 120 80 الحفله 90 60 90 70 ويبقى صحي جدا. فبيقلل الضغط بتاع الدم حلو جدا 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 مفيد جدا. ايه كمان؟ بيقلل التاج. ايه التاج ده خدناها؟ الدهون الثلاثيه واللي بتساعد على الاسيدروز. وبيقلل التندنسي يعني قابليه اوف الثرومبوزس. يعني بيقلل قابليه حدوث جلطات. يا جماعه الكلام ده مفيد جدا جدا جدا. السؤال ده بيجي في امتحان يقول لك اكسبرين واي اوميجا 3 بولي انسيدروز فاتي اسيد is beneficial for health. يعني سيادتك مفيده للصحه. قول له احسن الكلام ده كله. قللت كوليسترول وبلاد بريشر وتاج وثرومبو حاجه مفيده جدا. عشان كده الناس اللي بتعيش على البحار صحتها حلوه ويعيشوا سنوات عديده وطويله. ممكن تلاقي حد معمر يفضل 90 و100 سنه. الناس اللي بتعيش في المدن زي القاهره عمرها بتقصر اخرها 60 سنه ما حدش بيكمل خالص. حلو الكلام. طيب عايز اقول تقسيمه اخيره. انا قسمت على حسب السيتويشن. التقسيمه الثانيه قال لك على حسب النيوتريشنال امبورتنس يعني القيمه الغذائيه. هقسم نوعين. نوع اسمه اسينشال فاتي اسيد وده ركز معايا خلاص اخر كلمتين. ونوع اسمه نون اسينشال فاتي اسيد. احنا خدنا وعارفين يعني ايه اسينشال فاتي اسيد؟ يعني كانوت بي فورمت انسايد ذا بادي وشود بي سبلايد ذا بادي. نون اسينشال لا فورمت في جسمي مش لازم اكل. مين هم اللي قسموهم اسينشال فاتي اسيد؟ قال لك الاثنين البيرنت وده بركز معايا. الاثنين البيرنت. البيرنت بتاع الاوميجا 3 اللي اسمه الفا لينولين والبيرنت بتاع الاوميجا 6 اللي اسمه لينولين. الاثنين دول بس هم اللي اسمهم اسينشال فاتي اسيد. وما عداهما اي فاتي اسيد اخر على البول او حتى مش على البول نوت اسينشال. يبقى مين الاثنين اللي اسمهم اسينشال فاتي اسيد؟ لينولين الفا لينولين ولينولين. طب بما انك شاطر بما انك شاطر يعني هسألك سؤال لو كنت تبقى شاطر. ترو اور فولس؟ لو قلت لك اراكيدونيك اسيد ماي بي اسينشال ترو ولا فولس؟ ترو ولا فولس؟ فولس ترو فولس ترو ترو. انا قلت اراكيدونيك از اسينشال ولا ماي بي؟ از طبعا فولس. كده قلت مين دي اسينشال؟ قد يكون اسينشال. امتى قد يكون اسينشال؟ لو غاب البيض. لو غاب كبير العيله ينفرط عقد العيله. يعني سيادتك كل اعضاء الاوميجا 6 دول نون اسينشال بس بشرط اكل البيض. الاسبرينوليك. طب لو ما كلتش البيض الاراكينوليك اللي كان نون اسينشال يصبح اسينشال. ما هيكون ايه؟ ما مش هيتصنع في جسمي خلاص، مفيش البيرة، لازم اخده من بره.
يبقى لو قالك explain why arachidonic may be essential أو in absence of linoleic. طب بنفس المنطق هل التمنودونيك may be essential in absence of mean of the alpha linoleic. فلو ما كلتش الالفا لينوليك التمنودونيك اللي كان بيصنع ما يصنعش ويصبح ايه؟ essential. فهمت النقطة دي؟ يبقى الاسنشال لينوليك والفا لينوليك الباقيين نون اسنشال بس في غياب البيرنت سيتك اللي كان نون اسنشال يصبح ايه؟ يحفظ لو جاب كبير العيله ينفرد عقد العيله. طب لو انا ركبت تاني وما كلتش بولي انساتوريتد فاتي اسيد يحصل ايه؟ مصايب وبلاوي وكوارث. الديفيشنسي النقص بتاع البولي انساتوريتد فاتي اسيد يعمل ايه؟ قال لك يبدا لو سيادتك ادلت عن لو كنت تشايلد ادلت يعني بالغ لو تشايلد يحصل له ديرماتيتس التهاب في الجلد وريتارديشن اوف جروث يعني نقص ايه؟ في النمو. طب لو كان ادلت بالغ يحصل له ايه؟ قال لك يحصل له فاتي ليفر دهون على الكبد ومستقبله بيضيع. عارفه ليه مستقبله بيضيع؟ يجي له ستيريليتي عقم ضاع ولا ما ضاعش؟ ضاع ولا ما ضاعش مستقبله؟ ضاع. يبقى يجي له فات ليفر وكمان ستيريليتي. الجدول اللي قدامك في الصفحه ده سيادتك هو مقسم الفاتي اسيد حسب كام دكتور؟ يعني مراجعه بس بصوره ثانيه. لو قلت لك مين مونو انوريك فاتي اسيد؟ ضلميته اوليه. اوليه نيربون. طب مين داي انويت او داي انويت اللي فيه ان ولا انتين؟ اللي فيه ان واحده لينوليك. طب مين تراي انويت اللي فيه انتين اللي هو الفا لينوليك. طب مين تترا انويت؟ اراكيدونيك. طب مين بنتا انويت؟ يبقى هي تاثيرها هي بس على حسب النمبر اوف الكربون. اقابلكم بكره ان شاء الله 6 ونص. الحصه دي تعالى النهارده 2 ونص ان شاء الله. كلام ده